السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في الفيديو الثالث في شابتر 15، ولسه بنتكلم عن البونز السندات. في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن ازاي نسجل الاشوانس اوف بونز، طرح السندات، وازاي نسجل الانترست اكسبنس والاموتيزيشن بتاع البريميوم والديسكاونت. اللي فاضل في البونز حاجات بسيطة ان شاء الله هنخلصها في الفيديو ده، ويبقى فاضل لنا كده في شابتر 15، لان في ناس كتير منكم سالوا. يبقى فاضل لنا جزئيه النوتس بيبل وجزئيه بسيطه عن الريشيوز، هنخلص ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ان شاء الله قبل ما نبتدي ندخل في الفيديو ده، انا احب اراجع معاكم اللي احنا خدناه في الفيديوهين اللي فاتوا. هتلاقي في عندك اول 5 دقايق في الفيديو ده ان شاء الله هتلاقي فيها زي مراجعة سريعة جدا من غير صوت، مجرد انت هتشوف قدامك الكلام اللي احنا خدناه في الفيديوهات اللي فاتت بيتكتب قدامك بسرعة، بحيث تقدر تراجع وتراجع مع نفسك في 5 دقايق. وبعد كده هبتدي معاكم في الجزئية الجديدة ان شاء الله. نبتدي مع بعض دلوقتي.
وبكده نكون خلصنا مع بعض اللي احنا اخدناه في الفيديوهات اللي فاتت. نبتدي مع بعض دلوقتي نعرف حاجة جديدة، وهي ايه الفرق ما بين البوند اندنشر والبوند سيرتيفيكت. هو البوند سيرتيفيكت اللي احنا خدناه في الفيديوهات اللي فاتت قلنا ده البوند اللي بيشتريه البوند هولدر، وبيبقى مكتوب عليه المعلومات زي الاشور اوف ذا بوند، الريت، الانترست ريت اللي هو الكونتراكتوال ريت، الفيس فاليو، ماتيوريتي ديت. طيب هو ايه البوند اندنشر؟ البوند اندنشر مكتوب اسمها بالعربي، معناها بالعربي عقد اصدار السندات، ده العقد بتاع اصدار السندات. تمام، يعني بالعقل كده ايه اللي بيطلع الاول، العقد ولا السندات؟ العقد الاول، يعني اول حاجه لازم الشركه تعملها يطلع العقد، تعمل العقد وبعد كده تصدر ايه، السندات. فعشان نعرف الفرق ما بين البوند اندنشر والبوند سيرتيفيكت لازم نعرف الستبس بتاعت الاشوينج بوند، يعني ازاي الشركه بتطرح السندات. هي اول خطوه بيجي البورد اوف دايركتورز اللي هو مجلس الاداره، بيقعدوا مع بعض ويقرروا احنا عايزين نستلف. طيب احنا عايزين نستلف عن طريق السندات، فيقوموا جايين محددين مع بعض احنا، طب احنا هنطرح كام بوند، هنطرح كام سند، يعني هيحددوا الايه، number of bonds authorized مش الاشوت، authorized. فاكرين الستوك، في الستوك كان فيه برضو الايه، number of shares authorized غير number of shares issued، نفس الكلام في البوندز، هم بياخدوا authorization بقيمة أعلى من الايه، من القيمة اللي هم هيطرحوها عشان لو احتاجوا بعد كده، وبيحددوا total face value. طب احنا عايزين نستلف قد ايه من total من البوندز دي، يعني مثلا عايزين نستلف 3 مليون 4 مليون. جميل، وبيحددوا ايه تاني، وبيحددوا الانترست ريت، الفايدة اللي احنا نديها للناس اللي هي الكونتراكتور ريت، مستعدين ندفع لهم فايدة قد ايه. فالبورد اوف دايركتور بيقعدوا مع بعض يعملوا ايه بقى، يعملوا اوثورايزد بوند ايشو، بيصرحوا بالايه، باصدار السندات. طب هم خلاص صرحوا باصدار السندات، تاني خطوة يعملوا ايه، اكتب لي الكلام ده في عقد. طب احنا ما ينفعش نروح نطلع طول سندات كده، لا اكتب لي الكلام ده في عقد. فييجوا في العقد اللي هو البوند اندنشر بيكتبوا تلات حاجات، اول حاجه التيرمز اوف بوند ايشو اللي احنا لسه قايلينها، التيرمز اوف بوند ايشو اللي هو الفيس فاليو هيبقى كام، الماتيوريتي ديت، الكونتراكتور ريت. تاني حاجه يكتبوا الرايتس اوف بوند هولدر، حقوق حامل السند ده ايه، والايه انزير تراستيز، تراستيز اللي هو الوصي، الوصي دي بتبقى شركه ماليه او مؤسسه ماليه، المؤسسه الماليه دي بتبقى هي المسؤوله عن اصدار السندات، يعني بيبقى معاها اسامي الناس اللي اشتروا السندات اللي هم البوند هولدر. لو الشركة لسه مثلا الشركة ما طرحتش بعض السندات لسه، بتبقى مع في ايد الوصي ده، ان الوصي ده بيبقى معاه لسه سندات لسه الشركة ما طرحتهاش وبيطرحها بدلها، بيبقى معاها برضو لو الشركة حط ضمان، لو الشركة طرحت السند بضمان، بضمان مثلا بضمان عقار او بضمان اي حاجة، بيبقى هو اللي معاه الايه، الملكية بتاعتها، عشان يبقى ضامن حقوق الايه، ضامن حقوق البوند هولدرز حاملي السندات. وفي البوند اندنشر في العقد برضو بيقول الاوبليجيشن على الايشوينج كومباني، ايه الاوبليجيشن اللي على الشركه اللي اصدرت السندات، اللي هي الانترست، الكلام ده كله. طب بعد ما الشركه تعمل البوند اندنشر اللي هو العقد، يبتدوا ايه بقى، يبتدوا يطبعوا البوند سيرتيفيكت، يبتدوا يطبعوا سندات عشان يبيعوها للايه، للمستثمرين او البوند هولدر. فاللي احنا عرفناه دلوقتي ان البوند اندنشر مختلف عن الايه، عن البوند سيرتيفيكت. طيب عايزين نتكلم دلوقتي عن البوند برايس او الماركت برايس او الايشو برايس، هما كلهم نفس المعنى اللي هو سعر اصدار السندات. احنا اخدنا قبل كده ان الايشو برايس بيختلف عن الفيس فاليو او البار فاليو بتاع البوند في بعض الحالات. احنا قلنا مثلا ما يكون الكونتراكتور ريت بتاع البوند اقل من الماركت ريت، بيبقى في عندنا ديسكاونت. يعني الايشو برايس بيبقى اقل من الايه، من الفيس فاليو، انت تضطر تعمل ديسكاونت. فساعتها الشركه بتقول ايه، اشود ا ديسكاونت، يعني اصدرناها بتخفيض او بخصم، يقول لك اشود ات ليس ذان فيس فاليو، عملنا لها اصدار باقل من الفيس فاليو، القيمه الاسميه. الحاجه الجديده بقى ممكن يقول لك ايه، هو لما تيجي الشركه تصدر مش لازم يقول لك انا اصدرتها بكام، احنا قبل كده كنا واخدين مثلا الفيس فاليو ب 5000، الشركه طرحتها ب 4800، مش لازم يقول لك الشركة تطرحها ب 4800، ممكن يقول لك الشركة تطرحها ب 98،
يعني ايه يعني يقول لك issued at 98؟ يعني ايه؟ يعني الشركة طرحتها بنسبة أقل من 100% من ال face value، يعني issued at percentage less than 100% of face value. لما يقول لك issued at 98 معناها الشركة طرحت السند بكام؟ ب 98% من الايه؟ من ال face value. طيب نشوف المثال اللي تحتيها، بيقول لك bonds with total face value of 100,000 was issued أو were issued at 95. يعني الشركة كانت عملت طرحت سندات بقي الفيس فاليو بتاعها 100,000، طرحتها بكام؟ ب 95. يعني الشركة خدت كام من 100,000؟ خدت 95%. يعني الكاش اللي دخل الشركة كام؟ 95,000، اللي هو 100,000 مضروب 95%، هديك 95,000، يبقى ده الكاش. بس احنا بنسجل البونز بيبل، قلنا دايما البونز بيبل بتسجل بالايه؟ بالفيس فاليو. اعرف البونز بيبل تتحط في الكريدت على طول بالفيس فاليو اللي هو 100,000، يبقى الفرق 5,000 ده ايه؟ ديسكاونت اون بونز بيبل في الديبت. وقلنا في تاني حالة، لما يكون الستيتد ريت او الكونتراكتور ريت بيساوي الماركت ريت، يبقى ساعتها ولا فيه ولا بريميوم ولا ديسكاونت، والشركة بتعمل اشود ات ايه؟ ات فيس فاليو، اصدرتها طرحتها بالقيمة الاسمية، تمام. بيبقى ساعتها بيبقى ممكن يقول لك اشود ات 100، I should at 100% of face value. يعني ايه؟ يعني طرحتها ب 100% من الفيس فاليو، يعني I should at 100. يعني مثلا نشوف المثال، بيقول لك bonds with total face value of 100,000 were issued at 100، يعني خدوا فيها 100% من قيمتها، يبقى ساعتها الكاش اللي دخل للشركة 100,000 والbonds payable في credit ب 100,000. جميل. أخدنا بقى في الحالة التالتة ال stated rate، الستيتد ريت او الكونتراكتور ريت اعلى من الماركت ريت، يبقى ساعتها الشركه هتعمل ايه؟ الشركه هتعمل بريميوم، يعني سعر السند هيبقى اعلى من الايه؟ من الفيس فاليو. ده الشركه بتدي ريت اعلى من الريت بتاع الايه؟ بتاع السوق، فبيسموها ايشود ات بريميوم، تمام، او ايشود ات مور ذان فيس فاليو، او طرحوها بقيمه اعلى من الفيس فاليو، او ايشود ات برسنتج مور ذان ايه؟ 100%. انا اقول لك ايشود ات 105، يعني طرحوها كام؟ بسعر 105% من الفيس فاليو. يعني شوف مع بعض دلوقتي في المثال، بيقول لك bonds with total face value of 100,000 دولار were issued at 105. معناها الكاش اللي دخل الشركة كام؟ 105,000، اللي هي 100,000 مضروبة في 105%، هديك الكاش كام؟ 105,000. والبونز بيبول بتسجل بالفيس فاليو 100,000، يبقى البريميوم في الكريدت بكام؟ 5,000. طيب جميل جدا. انت دلوقتي تلاحظ ان احنا كل اللي اخدناه كان في مسألة بيجي يقول لك الشركة هتطرح البونز بكام، يعني كان بيديك الماركت برايس بتاع السوق بكام. طب هو ده اللي بيحصل في الواقع؟ يعني انت لما تنزل الواقع العملي، انت المحاسب بتاع الشركة هيجي يقولوا لك احنا هنطرح السند بكام، ولا هيقول لك احسب لنا انت نطلع السند بكام، نبيع السند ده بكام؟ يقول لك احسب لنا انت الماركت برايس، طلع لنا انت الايشو برايس. فانت لازم تبقى عارف ازاي تحدد الماركت برايس، ان الماركت برايس ده بتاع السبوند بيعتمد على ايه، تمام. هو اول حاجه بيعتمد على حاجه اسمها الايه؟ اسمها تايم فاليو اوف ماني، قيمه الفلوس. يعني دلوقتي الجنيه دلوقتي غير الجنيه كمان 10 سنين، تمام. كل ما الوقت بيزيد كل ما قيمه الفلوس ايه؟ بتقل، لان القوه الشرائيه بتاعتها بتقل. يعني الجنيه دلوقتي غير الجنيه كمان 3 4 سنين. فدلوقتي لو انا بقول لك انا عايز استلف منك 100,000، تمام، وهرجعهم لك كمان 3 سنين 100,000، انت تديه 100,000 دلوقتي؟ يعني انا هديك كمان 3 سنين 100,000، انا دلوقتي هديك كمان 3 سنين 100,000، يبقى انت دلوقتي هتديني 100,000 برضه؟ لا طبعا، لان مثلا ال 100,000 كمان 3 سنين اللي انا هديها لك، تمام، هتساوي مثلا 97,000 النهارده. يعني 100,000 كمان 3 سنين بيساوي 97,000 النهارده. ده بيسموه الايه؟ بيسموه القيمه الحاليه للفلوس، اللي هو البريزنت فاليو. البريزنت فاليو بتاع الفلوس كام؟ فده انت دلوقتي نشوف مع بعض في ديتيرمينينج ماركت برايس اوف ذا بوند، ناخد مثال نشوف الكام ده كله. بيقول لك 100,000 فيس فاليو بونز ات 9% انترست ريت، يعني كان عندنا بونز قيمتها 100,000، يعني هم هيرجعوا للناس كام؟ 100,000، وهيدفعوا انترست ريت 9%. الماتيوريتي قد ايه؟ خلال قد ايه؟ خلال 5 سنين. يبقى اول حاجه هيديهم 100,000 كمان ايه؟ كمان 5 سنين.
هو دلوقتي اللي هم عاوزين يعرفوا ايه؟ عاوزين يعرفوا البوند ده هيبيعوه دلوقتي بكام؟ البوند ده هيبيعوه دلوقتي بكام؟ يعني عاوزين يعرفوا الماركت برايس اوف ذا بوند اللي احنا فيها دلوقتي. يبقى عاوزين يعرفوا الماركت برايس اوف ذا بوند. يبقى الماركت برايس اوف ذا بوند لازم ياخدوا في اعتبارهم حاجتين. اول حاجه البرنسبال، انا هديلهم 100,000 كمان 5 سنين، يبقى بالطبيعي هم هيدفعوا لي اقل، اللي هيدفعوا لي بريزنت فاليو اقل. البريزنت فاليو بتاع ال5 سنين دول، البريزنت فاليو بتاع ال100,000 خلال 5 سنين دلوقتي هيبقى أقل، هيبقى مثلا في حدود 97,000 98,000. يبقى أول حاجة تجيبها الـ present value of إيه؟ of principal. principal هو الـ face value. طيب هو مش البوند بتاعنا ده بيدفع كل سنة 9% interest؟ يعني 9% في 100,000 يعني بيدفع كل سنة 9,000. طب مش دي فلوس برضو أنا بديها لهم في خلال السنين؟ يبقى لازم آخد الفلوس اللي اديتها لهم على مدار السنين دي وأجيب إيه؟ قيمتها الحالية دلوقتي، أجيب الـ present value بتاعها دلوقتي. يبقى ارجع، يبقى دلوقتي اروح برضو اقول لهم دلوقتي انتوا هنديكوا 9,000 كل سنه، يبقى البريزنت فاليو بتاع الانترست اللي هدا لكم كل سنه دلوقتي قد ايه؟ نجيب البريزنت فاليو اوف انترست بيمنت، واعمل البريزنت فاليو اوف برنسبل بلس البريزنت فاليو اوف انترست بيمنت، هيديني الماركت برايس اللي هم المفروض يدفعوا، المفروض يدفعوا لي دلوقتي. يبقى اللي احنا عرفناه دلوقتي ان الماركت برايس، هو الماركت برايس اللي هم المفروض البوند هولدر يدفعوه هو بيساوي البريزنت فاليو بتاع الايه؟ بتاع الفلوس اللي هياخدوها قدام، اللي هي البرنسبل والايه والانترست اللي هياخدوه. طيب يبقى دلوقتي الماركت برايس ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على 3 فاكتورز. ايه هو؟ اول حاجه الفلوس اللي هياخدوها اللي هو ذا دولار اماونت تو بي ريسيفد، الفلوس اللي هياخدوها قد ايه. ذا لينث اوف تايم، يعني هيقعدوا قد ايه عشان ياخدوا الفلوس دي. ما كل ما زادت الفتره كل ما قيمه الفلوس بتقل، يبقى ذا لينث اوف تايم لغايه ما ياخدوا الفلوس دي. تالت حاجة لازم يعرفوا ياخدوا في اعتبارهم ايه؟ الماركت ريت، الفايدة بتاعت السوق. يعني انت عشان تجيب البريزنت فاليو بيبقى فيه حسبة كده اهو مش عليكم، اللي انت ازاي تجيب البريزنت فاليو على اساس الماركت ريت بتاع الايه؟ بتاع السوق دلوقتي. يبقى هو الماركت ريت اوف انترست. يبقى اللي احنا عرفناه ان الكرنت ماركت برايس اللي هو السعر الحالي للبوند في السوق بيساوي ايه؟ بيساوي البريزنت فاليو بتاع الايه؟ بتاع ايه؟ بتاع اول فيوتشر كاش بيمنت، كل الفلوس اللي ياخدوها قدام عن طريق البوند promised by the bond. طيب دلوقتي عاوزين نعرف الانواع المختلفه للبوندز، للسندات. اكيد السندات دي ليها انواع، فاول حاجه لازم نعرفها اللي احنا نفرق ما بين السكيورد اند انسكيورد بوند. جايه من اسمها سكيورد يعني مؤمن. يبقى مؤمن ازاي؟ زي السند ده يكون مؤمن اكيد في حاجه مرهونه او ضامنه، يعني البوند ده بضمان حاجة أو مرهون قصاده حاجة، فكان ده يبقى مؤمن secured. طب unsecured أكيد مفيش حاجة ضمنه، تمام. فانت لو شوفنا مع بعض هيقول لك، قال لك secured have specific assets of the issuer pledged as collateral for the bond. يبقى في الاشور اللي هو الشركة اللي طرحت السند رهن حاجة كضمان، رهن asset كضمان، رهن مثلا مبنى. طب لو رهنت مبنى، يعني لو secured by real estate عقار، يبقى بيسموه mortgage bond، سند عقاري بضمان عقار، تمام. لو قالك لو اي حاجة تانية مثلا، لو في specific asset معين زي الكاش مثلا بيسموه sinking fund bond. sinking fund bond يعني ايه؟ يعني ده احتياطي، احتياطي دفع السندات، تمام، احتياطي دفع السندات. فشركة مثلا زي ما تكون عاملة حصالة كده كل شوية تحط فيها شوية فلوس على جنب، تقولك ايه؟ عشان ندفع السندات كمان سنتين تلاتة. طب الانسكيورد، الانسكيورد ما تبقاش فيه حاجه، ما تبقاش فيه حاجه ضمنها خالص، ما لهوش اي كولاترال. يعني ايه؟ يعني انا واثق مثلا في شركه اي بي ام، شركه اي بي ام شركه مشهوره جدا وحاجه كبيره، يعني اكيد مش اكيد مش هيفلسوا واكيد هيرجعوا الفلوس، فده مش محتاج منهم مش محتاج منهم ضمان. فدي بيسموها ايه؟ ديبنشر بوند. ديبنشر بوند يعني سندات بلا ضمان، ملهاش ضمان. يعني ايه؟ اجينست ايه؟ جنرال كريديت، يعني انا خلاص انا ضامن في الراجل ده، الراجل ده الكريديت بتاعه كويس، يعني لما بيكون عليه حاجه بيدفعها فانا ضامنه، فبيسموه ديبنشر بوند او انسكيورد بوندز. واخر حاجه معانا في الفيديو ده اللي احنا نعرف الفرق ما بين الكولابل بوندز والكونفرتبل بوندز. كولابل بوندز بالعربي معناها سندات قابله للاستدعاء قبل تاريخ الاستحقاق، تمام. يعني الشركه ممكن قبل ما الماتيوريتي يجي تقول لهم انا عايز ايه؟ خدوا فلوسكم ورجعوا لي البونس بتاعتي، رجعوا لي السندات بتاعتي.
طب الكونفرتبل بونز، الكونفرتبل بونز دي عبارة عن ميزة شركة بتديها للبونز، بتقول لهم ايه، انتم من حقكم في اي وقت تقوموا محولين البونز دي، تحولوها لايه، تحولوها لعدد معين من الاسهم. يعني دي السندات قابلة للتحويل لأسهم عادية، هيحولوها لكومن ستوك طبعا مش بريفيرد ستوك. طب عاوزين نبتدي مع بعض دلوقتي في الايه، في الكولابل بونز اللي هي السندات القابلة للاستدعاء قبل تاريخ استحقاقها. طب هو قالك ايه، قالك bonds that issuing company can redeem at stated dollar amount prior to maturity. قالك هي عبارة عن السندات ان الشركة اللي طرحتها ممكن تسترجعها تاني او تشتريها تاني بقيمة معينة قبل تاريخ ايه، استحقاقها. يعني احنا كنا خدنا قبل كده، احنا كنا زي احنا كنا خدنا قبل كده اللي احنا ممكن نعمل redeeming، يعني نسترجع السندات at maturity date، دي الحالة العادية، يعني نيجي ساعة تاريخ الاستحقاق خدوا فلوسكوا اهي ورجعوا لي الايه، البونز. فكنا بنشيل liability على الشركة اللي هي البونز payable، بنشيل liability في الديبت ونقلل الكاش بتاع الشركة فين، في الكريدت. فكنا بنقول ديبت بونز بيبل وكريدت كاش بالفيس فاليو. ده لو الشركة هتسترجع البونز امتى، في الماتيوريتي ديت، في تاريخ الاستحقاق. طب تمام، طب ما الشركة ممكن تقول لك انا لا انا من حقي استرجع البونز، لو هي كانت حددت الكلام ده في البونز. طبعا هي بتيجي قبل ما تبيع البونز بتكتب عليها كولابول، يعني ممكن بتعرف الناس انا ممكن استرجع البونز دي او استدعيها قبل تاريخ استحقاقها، وبتبقى كاتبة تسترجعها بالقيمة قد ايه او الاستيتد اماونت بتاعتها هتبقى قد ايه. فدلوقتي بيقول لك ممكن الشركة تستدعيها قبل الماتيورتي اللي هي الكولابل بونز. طب نشوف مثال مع بعض ونفهمه. بيقول لك افترض assume that the company has sold its bond at a premium، يعني كانت بعت البونز بالبريميوم، يعني الايشو برايس اعلى من الفيس فاليو. At the end of the fourth period، في نهاية الفترة الرابعة، company redeems its bonds، الشركة استرجعت البونز دي. After paying the annual interest، يعني بعد ما دفعت الانترست اللي عليه، بس كانت استرجعتها بكام؟ at 103، يعني 103% من الايه، من الفيس فاليو. لسه قايلين لما يقول لك at 103 يعني 103% من الايه، من الفيس فاليو. بيقول لك افترض في نهايه السنه الرابعه دي assume that the carrying value of the bond، يعني carrying value، carrying value احنا خدناه في الفيديوهات اللي فاتت، يعني ايه carrying value؟ هو البوك فاليو، هو عباره عن البونز بيبل ماينس الديسكاونت او بلس البريميوم. فهو قال لك الكارينج فاليو كان كام، كان 100,400. 100,400 معناها ايه، معناها دولة الكارينج فاليو اللي هو فيه 100,000 برينسيبال، والبريميوم كام، 400. طب دلوقتي احنا عاوزين نعرف ازاي نسجل، ازاي هنسجل اللي هو الريديمينج البونز قبل الماتيوريتي، مش هو قال لك هو خلاص استرجعها، طب ازاي هنسجلها؟ طيب قبل ما نعرف ازاي نسجلها لازم نبقى عارفين شوية حاجات. ايه هي الحاجات دي؟ قال لك لما الشركة تسترجع البونز دي قبل الماتيوريتي لازم اول حاجة تحسب ثلاث حاجات مهمين، لازم تعمل ثلاث حاجات مهمين. اول حاجة تشيل الكارينج فاليو، مش هي دلوقتي هتسترجع البونز، مش هتسترجع البونز دلوقتي، يبقى لازم تشيل البونز دي من الايه، من البالانس شيت، خلاص هتسترجعهم يعني هتدفع الفلوس اللي عليه. طيب الشركة هتشيل البونز بالايه، بالكارينج فاليو مسجلها في البالانس شيت. لو الشركة ما فيش ولا ديسكاونت ولا بريميوم يبقى الكارينج فاليو بيساوي الايه، الفيس فاليو، مفيش مشكلة. لو في بريميوم يبقى الكارينج فاليو هيساوي الفيس فاليو بلس البريميوم، لو في ديسكاونت يبقى الكارينج فاليو هيساوي الفيس فاليو ماينس الديسكاونت. فأول حاجة إن الشركة تعملها هي تشيل الإيه، الكارينج فاليو. تاني حاجة تسجل الكاش اللي هي هتدفعه، مش هقولها هتدفع كاش يبقى لازم تسجله. تالت حاجة هتشوف كسبت ولا خسرت في الحكاية دي، يعني هتشوف الكاش اللي هي دفعته، لو الكاش اللي هي دفعته أعلى من الكارينج فاليو يبقى هي إيه، خسرت. طب لو الكاش اللي هي دفعته أقل من الكارينج فاليو يبقى هي كسبت في الحكاية دي. طب نطبق الكلام ده على المثال اللي عندنا. أول حاجة الكارينج فاليو كان كام؟ 100,400، يبقى الكارينج فاليو 100,400. طب جميل، طيب الكاش بيد كام؟ 103,000. جبناها ازاي؟ هي عبارة عن 100,000 الفيس فاليو مضروب في كام؟ في 103%. طيب يبقى دلوقتي الشركة كسبت ولا خسرت؟ لا الشركة خسرت، هي دفعت 103,000 بس هي البوند متسجل عندها بكام؟ البوند متسجل عندها 100,400، يبقى الشركة خسرت كام؟ 2,600. الشركة خسرت على الاستدعاء ده كام؟ 2,600. طب نشوف مع بعض دلوقتي الانتري، نشوف مع بعض الانتري. يبقى أول حاجة هنشيل الكارينج فاليو،
هنشيلها ازاي؟ هو البونز الكارينج فاليو دي قلنا عباره عن البونز والبريميوم او الديسكاونت. البونز اصلا ايه؟ كريدت. تيجي تشيله تحطه فين؟ تحطه في الديبت. يعني نشيل نحط البونز بيبول 100,000 في الديبت. طيب البريميوم ديبت ولا كريدت؟ كريدت برضه. اما تيجي تشيله تحطه فين؟ تحطه في الديبت. طب لو ديسكاونت، هو الديسكاونت اصلا ديبت، يبقى كنت هتحطه فين؟ في الكريدت. طب جميل. بعد كده تيجي تسجل الكاش، هي الشركة دفعت كاش، يبقى الكاش هيتحط في الكريدت بكام؟ 103,000. وتصبر هنا هو بقى، تقارن ما بين الكريدت والديبت. تمام. لو الكريدت أعلى من الديبت يبقى فيه لوس. لو الكريدت أعلى من الديبت، يعني لو الكاش اللي الشركة دفعته أعلى من الكارينج فاليو، يبقى فيه إيه؟ لوس. طب لو الديبت أعلى من الكريدت يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه جين. معناها الشركة دفعت كاش أقل من الإيه؟ أقل من الكارينج فاليو. طب نشوف مع بعض دلوقتي مثال تاني لما يكون فيه ديسكاونت. ياريت توقفوا الفيديو بس لمدة دقيقة أو تحاولوا تحلوها لوحدكم. طب نشوف مع بعض دلوقتي. بيقول لك R&B Incorporation issued $500,000 10-year bonds at discount prior to maturity when the carrying value of the bond is cam $496,000. الكارينج فاليو بتاع البوند كان كام؟ 496,000. يعني ده دلوقتي في ديسكاونت ولا بريميوم؟ في ديسكاونت. طب الديسكاونت ده في قبل الماتيوريتي كان كام؟ كان 4,000. يبقى ديسكاونت كام؟ 4,000. تيجي جنبيها تكتب ديسكاونت 4,000. The company redeems the bond at 98. يعني الشركة تسترجع البوند بكام؟ ب 98% من الايه؟ من الفيس فاليو. يبقى لازم تكتب كده، تكتب جنبيها الكاش هيساوي كام؟ الكاش الشركة هتدفعه كام؟ 98% مضروبة في كام؟ في 500,000، هديك 490,000. اعمل لي جورنال انتري. طب جميل. يعني لو قلنا اول حاجه شركه تشيل الايه؟ الكارينج فاليو. الكارينج فاليو يبقى عباره عن البونز. طب هي البونز بيبل كريدت، تيجي تشيلها تحطها فين؟ في الديبت. يبقى احط بونز بيبل في الديبت ب 500,000. طب الديسكاونت اساسا ديبت اللي هي 4,000، اشيل احطها فين؟ في الكريدت ب 4,000. والكاش اللي هدفعه كام؟ 490,000. يبقى احط الكاش في الكريدت ب 490,000. وقارن ما بين الكريدت والايه؟ والديبت. لو الديبت اعلى من الكريدت يبقى ساعتها في ايه؟ في جين بكام؟ 6,000. يعني المفروض البونز بيبل الكارينج فاليو كام؟ الكارينج فاليو 496,000، بس الشركه دفعت كام؟ 490,000. يعني الشركه كسبت قد ايه جين؟ كسبت 6,000. يبقى ناكد تاني اخر مره، لو الشركه تدفع كاش اقل من الكارينج فاليو، يعني الكاش بيد اقل من الكارينج فاليو، يبقى كده في جين. ولو الكاش بيد اللي الشركة تدفعه أعلى من الكارينج فاليو، يبقى كده في إيه؟ في لوس. آخر حاجة نتكلم فيها إن شاء الله في الفيديو ده اللي هي الكونفرتبل بونز، اللي هي السندات القابلة للتحويل لأسهم عادية. إن ممكن نحول البونز دي للإيه؟ للكومن ستوك. طبعا مين بيحولها؟ هي اختيار البوند هولدر. يعني البوند هولدر بيختار إن أنا عاوز أحولها لخلاص الكومن ستوك. الconvertible bonds تبقى bonds that can be converted into common stock at the bondholder's option باختيار حامل السند. طيب عشان نفهم الconvertible bonds ناخد مثال ونشتغل عليه. A company convert 100,000 bond sold at face value. يعني شركة عندها bonds ب 100,000 وكانت أصدرتها بالface value، يعني ولا في premium ولا في discount، into cam into 2,000 shares of $10 par value common stock. يعني الشركة حولت ال 100,000 البونز اللي هي بقيمة 100,000 دولار، حولتها لكومن ستوك 2000 سهم، كل سهم البار فاليو بتاعه كام؟ 10. Both the bond and the common stock have a market value في السوق كام؟ 130,000. تمام. قبل ما أوريكوا الانتري لازم تعرف حاجة. شوف كده مكتوب لك في كتاب ايه. بيقول لك when the issuing company records a conversion، يعني لما الشركة اللي طرحت السند أو أصدرت السند تسجل تحويل، the company ignores the market price of the bonds and the stock and the stock. يعني الشركة بتتجاهل أول حاجة الماركت برايس أو الماركت فاليو بتاع الإيه؟ بتاع البوند والستوك. يعني أول حاجة هو مديك الماركت برايس بتاع البوند والستوك 130,000 عشان يلخبطك، يعني تشطب على دي. طب الشركة بتعمل إيه؟ قال لك instead the company transfer the carrying value of the bond to paid in capital account. يعني الشركة بتحول الليابيليتي اللي عندها بتحولها فين؟ للإيكويتي. يعني بتحول البونز بيبل تحولها للإكويتي. فين في الإكويتي؟ البيدين كابيتال. تمام. هنشوف ازاي الكلام ده.
طب الحكايه دي بقى فيها جين او لوس زي الكولابول؟ لا، دي ما فيهاش ولا جين ولا لوس، الشركه ما بتدفعش حاجه. طب نشوف مع بعض، نيجي نطبق الكلام ده. لو طبقنا الكلام ده، هي الشركه كانت عندها بونس بيبل بكام؟ ب 100,000. البونس بيبل دي موجوده فين؟ في الكريدت، لانها لايبلتي. يبقى تيجي تشيلها تحطها فين؟ في الديبت ب 100,000. طب احنا قصادها ايه اللي حصل؟ جه عندنا اسهم زياده، 2000 سهم زياده، يبقى سجل الكومن ستوك فين؟ في الكريدت. طب احنا قلنا قبل ميد تيرم ان الكومن ستوك بتتسجل بالايه؟ بالبار. هنا 2000 سهم في البار كام؟ 10. المفروض اسجل الكومن ستوك بكام؟ ب 20,000. طب الفرق هيبقى ايه؟ هيبقى بيد ان كابيتال ان اكسس اوف بار، كومن ستوك بكام؟ ب 80,000. طب الطريقه دي بيسموها ايه؟ بيسموها الكارينج او البوك فاليو ميثود. يعني احنا دايما بننقل البوك فاليو بتاع البونز بيبل، بننقله فين؟ بننقله في البيد ان كابيتال، تمام؟ بيسموه الكارينج او البوك فاليو ميثود. طبعا لو في عندك ديسكاونت او بريميوم كنت هتاخده في اعتبارك برضو، كنت هتقفله قبل ما تحول الايه للكومن ستوك. يعني لو كان في بريميوم كنت هتحطه في الديبت عشان تقفله برضو، ولو كان في ديسكاونت كنت هتحطه في الكريدت عشان تقفله. طيب اخر حاجه بقى عاوزين نعرفها، ليه شركه ممكن تعمل حاجه زي كده؟ يعني الكونفرتبل بوند دي ايه لازمتها؟ ايه ميزتها؟ قالك بيبقى ليها ميزه للبوند هولدر، للمستثمر اللي هو حامل السند، ويبقى ليها برضه ميزه للشركه. ميزه حامل السند اللي هو ممكن عنده اختيار اللي هو يحول الكومن ستوك لو الاسهم بتاعت الشركه في السوق الماركت برايس بتاعها زاد. يعني ممكن الاسهم بتاعت الشركه في السوق سعرها يزيد، فهو دلوقتي هيكسب ايه؟ لو هو حول السند بتاعه، حول الاسهم، ممكن يبيعه في السوق ويكسب. يبقى دلوقتي هو بيقول لك ذا كومن ذا كونفرجن اوفن جيفز بوند هولدر ان اوبورتونيتي، بيديله فرصه تو بينيفيت اللي هو ايه؟ يستنفع. يستنفع لو ايه بقى؟ لو الماركت برايس بتاع الكومن ستوك انكريزز سبستنشلي، يعني سعر السهم في السوق زاد بنسبه كبيره. طب فور ذا ايشور اللي هو الشركه اللي طلعت الكونفرتبل بوند دي، الشركه طلعت الكونفرتبل بوند دي هتستفيد ايه؟ هتستفيد اول حاجه يبقى البوند بتاعتها في مرغوب فيها. هيبقى مرغوب فيها ازاي؟ هيبقى مرغوب فيها ان الناس عاوزه تشتريها، ليها ميزه دي كونفرتبل، فالشركه تقدر تبيعها ايه؟ بسعر اعلى هاير برايس، ومش هتضطر تدفع ايه؟ ممكن تقلل برضو الانترست اللي هي تدفعه، لان البوند بتاعها في ميزه. وبكده نكون خلصنا مع بعض الكونفرتبل بوندز. اتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نخلص شابتر 15، او فضلنا فيه 3 جزئيات. اول جزئيه عن النوتس بيبل، تاني جزئيه نتكلم عن الريشيوز، وتالت جزئيه نتكلم على حاجه اسمها ديت اند ايكويتي فاينانسنج. هي كلها حاجات بسيطه ان شاء الله، ونخلصها الفيديو اللي جاي. مع السلامه.